أولا أنا بشكر طبعا كل القائمين على هذا التكريم وأنه متحضر له كويس قوي. عايزة كل الناس حبته، ليه جمهور كبير جدا جدا بيحترمه وبيقدر مشواره الكبير والمتنوع، مش هننساه أبدا وبنحبه قوي. كان طبيبا وطبيب أمراض نساء وولادة على وجه التحديد، لكن مهنة الطب لم تشد كثيرا. في يوم اصطحب شقيقاته الأربعة لمكان يقدروا يرقصوا ويغنوا فيه، وأصبح يمارس عمليات ولادة الأغاني الراقصة والقديمة بأسلوب حديث، ولمعت فرقة الفور إن. احلى حاجه بحبها فيه هو كل شغله طبعا، وهي جرأته في اتخاذ قراره ان هو كان دكتور وكان مشي عكس العيله كلها ما كانوا عايزينه، وقرر ان هو يخش في مزيكا، ولما دخل في المزيكا غير في السين بقى، فور ام وبعديها بقى اعلامي وبعديها بقى ممثل. فالراجل ده كان ان شاء الله قوي جدا. He was a legend, really. He's not. I'm not talking this because he's my brother. The love I've seen from the people when this happened, I never expected it. Yani, there are more famous people, more everything. Okay, I didn't see this really love, sincerely love. You know, and it's very genuine, and I'm so proud of my brother. ما شفتش حد اطيب منك يا عزت ابدا، يعني ما قابلتش حد في الفن بطيبه ونقاء الراجل ده، اللي هو فعلا ما عندوش اي عمر ما شفته زعلان من حد ابدا. امان عليك يا ليل طويل. طب ايه، اتكلم عن حبه للحياه ولا عن الضحكه اللي عمرها ما فرقته حتى وهو في اصعب الاوقات؟ He was a life addict. سبتني من غير ما تقول لي، بس انا عارف انك انت كويس. عزت ابو اوف لو هيتبكي عليه مش هيتبكي عليه يوم ولا اتنين ولا تلاته، ولا هيتبكي عليه سنين طويله جدا جدا. الراجل ده فارق معانا جامد جدا كلنا. الفكره بالبوشنج بالذنب الرهيب من ناحيتهم علشان نقوم بده، لان احنا طبعا كلنا في حاله لا تسمح ب this kind of confrontation. انما الحقيقه انهم اصروا وقاموا بمجهود خارق. انا I'm witness على المجهود اللي قام بيه، وثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش لكل اصحاب عزت، لكل الفنانين اللي حضروا، لكل الضيوف، لكل للجامعه الحقيقه الامريكيه اللي فعلا قررت عزت بتكون مرحبا بفنوش يا كوبهجه، وبعدها صعب نشوف صاحب طلق كاريزمته عايز.